نحييكم ونستهل النشرة بالعناوين. أهالي مفقودي الحرب الأهلية زورونا كل أسبوع مرة. جملات من بكفية مع التمديد وضد التمديد. رحيل هاني فحص السيد المتنور. باشر أهالي المفقودين في الحرب الأهلية اعتصامهم الأسبوعي قرب السرايا الحكومية للمطالبة بالحصول على ملف التحقيقات الكامل للجنة الاستقصاء التي أنشئت عام 2000. ولمزيد من التفاصيل معنا من ساحة رياض الصلح الزميلة دلال معوض. دلال، كيف يمكن أن تنقل إلينا وقائع هذا التحرك اليوم؟ نعم ماريو، يعني بعض أمهات أهالي مفقودي الحرب الأهلية ما زالوا موجودين في الحديقة المحاذية لمدخل السراي الحكومي بعد ما منعوا يعني صباح اليوم من الاعتصام على درج السراي الحكومي. طبعا هن موجودين رغم أنه وصلهم يعني تعهد من رئيس الحكومة بأنه ملف التحقيق سيصل إلى الأهالي يعني أقصاها يوم الاثنين، ولكن هن موجودين هون لا يعني يتأكدوا، سيعتصموا كل أسبوع إلى أن يحصلوا على هذا الملف. وبدي أرجع أذكر أنه مجلس الشورى كان أقر يعني حق الأهالي بالحصول على الملف الكامل، يعني ملف التحقيق بمخطوفي الحرب الأهلية. معنا السيدة وداد حلواني رئيسة لجنة أهالي مفقودي الحرب الأهلية. ست وداد، يعني أول شيء ليش منعوكم اليوم من الاعتصام يعني أمام السراي الحكومي لتوصلوا الرسالة إلى الحكومة اللي بعدها لليوم يعني عم ترفض تعطيكم هالملف؟ يعني هيدا سؤال بدو ينسأل مش لرجال الأمن يلي منعونا، بدو ينسأل هيدا السؤال للسلطة السياسية يلي عطتهم هيدا الأمر وما بدها تشوفنا. وكأنه أنا ما عندي تفسير غير يعني مثل ما هني سبق رئاسة الحكومة وطلبت من مجلس الشورى الدولي أنه يوقف تنفيذ قراره اللي أكد على حقنا بالمعرفة، على أساس اعتبرونا أنه نحن نهدد السلم الأهلي، وأنتوا كليتكم شايفيننا اليوم أنه لا معنا بوريد ولا معنا سلاح ونحن ضحايا حرب، نحن صناع سلام، نحن نسعى إلى إقامة السلام. والتعهد يعني لو ما فتنا بالقوة يمكن ما كان طلع هيدا التعهد، وللأسف يعني إن شاء الله منكون وصلنا لمرحلة إنه قادرة السلطة السياسية تتفاهم معنا بدون ما نلجأ للكر. شو أهمية الملف؟ يعني أنتوا صار لكم فترة يعني منتظرين هالملف ومجلس الشورى أعطاكم هيدا الحق. أهمية هيدا الملف إنه نحن التقرير يلي طلع من سنة 2000 بين اللجنة الرسمية اللي استقصت اللي فتشت عن أهلنا، بحقلنا نعرف شو في بقلب هالتقرير. يعني ما بيجوز يقولولنا نحن قفلنا الملف وأنه ما لقينا أحياء وسكروا الملف. نحن أهمية هيدا التقرير واللي أكدوا معنا القضاء اللبناني أنه حقنا نعرف، حق المعرفة هو حق راسخ لجميع مش أهالي المفقودين، لجميع اللبنانيين، وهذا صار مبدأ عام. فنحن أهمية هالتقرير لأنه نحن ما بدنا لا نعلق مشانق لحدا ولا بدنا نحبس حدا ولا بدنا نعاقب حدا، بدنا نعرف وين أهلنا. أحياء بدنا إياهن، أموات بدنا نعرف وينهم. شكرا. نعم ماريو، الأهالي يعني مستمرين في الاعتصام هنا لا. حتى الحصول على الملف الكامل. شكرا لك دلال. وأمام السرايا الحكومية يعتصم أيضا أهالي المخطوفين العسكريين للمطالبة في الإسراع في المفاوضات. ولمزيد من التفاصيل معنا من هناك الزميل مارون نصيف. مارون، أيضا في مخص أهالي المخطوفين العسكريين، يعني اليوم هو اعتصام فقط للتذكير أو للضغط ولا في مطالب إضافية؟ كلا ماريو، هو اعتصام أو بالأحرى هو تصعيد للاعتصام القائم في ساحة الشهداء جراء التهديد الذي أطلقته بالأمس داعش بذبح عسكري من آل حمية، عسكري مخطوف لديها من مخطوفين الذين خطفوا في عرسال. هذا الاعتصام انطلق هنا أمام مدخل السراي الحكومي منذ حوالي ساعتين. جاء أهالي العسكريين المخطوفين إلى هنا للضغط على الحكومة ورئيس الحكومة، ولن يترك هذه الساحة، ساحة مدخل السراي الحكومي، قبل رؤية رئيس الحكومة. منذ قليل توجه وفد من أهالي العسكري
العسكريين الى السرايا الحكومي للقاء الرئيس تمام سلام بعدما جاء الى هنا ليتحدث معهم اللواء محمد خير. وبعد الحديث كانت هناك لائحة وضعت بأسماء أهالي العسكريين الذين سيسمح لهم الدخول إلى السرايا الحكومي، سمح لفرد من كل عائلة مخطوف بالدخول لتشكيل وفد والدخول لرؤية والحديث مع رئيس الحكومة تمام سلام لمعرفة ماذا ستفعله الحكومة تجاه التهديدات التي تطلقها داعش بذبح عسكريين آخرين غير الشهيد علي السيد والشهيد عباس مدلج. معي هنا إلى جانبي أحمد زكريا هو خال المخطوف حسين عمار. في وفد فات على السراي الحكومي من شوية، شو فايتين لتقولوا لرئيس الحكومة؟ هلا هني لما الحكومه جينا لعندها قبل بوقت اجتمعنا نحن يوم وعدونا خير وكذا انه الوفد القطري بده يفوض وكذا، لما سافر دوله الرئيس وعلى وفد محترم من الحكومه وروحوا لهنيك على اساس نحن متأملين خير مع تصميم اعتصام سلمه. امبارح اجى تسجيل صوتي من احد المخطوفين بيعنذر نحن خاصه نحن انه اذا ما بتتحركوا بأول شيء بيعطينا انه منيح والحمد لله منيح وكذا، بيرجع بيقول اذا ما بتتحركوا بدهم يخطفوا بدهم يذبحوا احد الـ الـ مين التسجيل الصوتي لمين كان؟ لا يا مخطوف بصوت حسين محمود عمار. وبعدين الاخر رجعت ثبت الاعلام انه الدوله الاسلاميه اعطت هذا الخبر ونحن تحركنا على هذا الاساس. اليوم شو طلبكم اذا عبدتم نختصر طلب من الحكومه شو طلبكم تحديدا؟ الطلب اهم شيء انه يفوضوا ويرخوا يفرجوا عن السجناء ويبدلوا الاسرى تبعتنا مشان انه الاهالي يرتاحوا بقى. باقيين هون مع جزء اكيد باقيين نحن حتى يفرجوا او يعطونا اخبار انه نحن عم نشتغل بكل جديه. اذا ماريو هذا هو المشهد امام السرايا الحكومي، اهالي العسكريين لن يتركوا هذه الساحه تزامنا مع جلسه مجلس الوزراء قبل ان يحصلوا على اجوبه رسميه من الحكومه حول المفاوضات. نبقى الان مع ابرز ما جاء في كلمه اللواء محمد خير مع اهالي العسكريين المخطوفين امام السرايا الحكومي. ماريو انتوا بتعرفوا تماما انه كل الدوله عم تشتغل بهالموضوع هذا على كل الاصعده، بس هذا موضوع ما بيشتغل على الاعلام، وكل ما بناكل لقمه او كل ما بنحكي كلمه او كل ما بيروح مشوار دوله الرئيس بتكون تعرفوا التفاصيل، هيدي امور نحن بنعرفها نحن والاهالي. هلا كان اللواء عباس موجود وكل المهتمين الوزراء موجودين، وهلا مجلس الوزراء منعقد، بس كل ما بده انه يحكوا كلمه او يقولوا مرحبا لازم نجي نقلكم. رئيس بلدية عرسال ينفي نقل المازوت إلى المسلحين في الجرد ويطالب خاطفي العسكريين بالإفراج عنهم لما في ذلك من مصلحة لأهالي البلدة. ماذا جرى في عرسال في الساعات 24 الماضية؟ الجيش اللبناني والتزاما بتعليمات القيادة ينفذ قرارا بمنع التموين عن الجرود وتحديدا نقل المحروقات من مادتي البنزين والمازوت، وهو أحكم السيطرة على كافة المعابر والممرات بشكل دائري بدءا من وادي الرعيان وادي السويد وادي عطا تلة الحصن وادي حميد المصيدة وصولا إلى عين الشعب طريق اللبوي، كما عزز انتشاره على الطرقات التي تفصل بين كل الحواجز والطرقات الفرعية والترابية. ما جرى يوم الأربعاء بحسب الجيش أن سيارات بيك أب محملة ببراميل مازوت يقودها رجال من عرسال أرادوا العبور إلى الجرود إلى منطقة المقالع الكسارات بحسب أقوالهم للعمل هناك. الجيش منعهم من اجتياز حاجز وادي الحصن، لم تمتثل المجموعة وأرادت العبور بالقوة، حاول الجيش تفريقها وعندما لم تمتثل الأوامر أطلق النار في الهواء تحذيرا فأصيب أحدهم وتم توقيف 5 آخرين ومصادرة سيارات البيك أب وأحيل الموقوفون إلى الشرطة العسكرية. تزامن ذلك مع قيام عدد من الأشخاص بالتظاهر وقطع الطريق عند مدخل عرسال قرب مستوصف الحريري احتجاجا على منع نقل المازوت إلى الجرود. عند 11 مساء الأربعاء رصد الجيش حركة آليات مشبوهة في وادي حميد عند مدينة الملاهي، أطلق قنابل مضيئة فوق المنطقة ما أجبر الآليات على التراجع باتجاه الجرود شرقي عرسال.
أعلى رسالة جميع عمال مناشر ومقالع، كل الناس تعرف 90% نحن من معيشتنا هي المقالع والمناشر. على بعض الناس عم يبعث تقارير انه عم ياخذوا مزوط لداعش وعم ياخذوا مزوط للدولة الإسلامية اما للجبهة النصرة، انا بدي اقول لهم لا، هذا التقارير كلها تقارير كذب. في مؤتمره الصحفي اعتبر الحجيري ان ملف عماد جمعة واحداث عرسال مفبركة. المعركة اللي صارت بعرسال كانت مركبة ومفبركة من قبل 20 يوم 25 يوم، ونحن كنا قايلين للضباط كلتهم القصة أكبر من هيك، بده يصير معركة بعرسال وانتبهوا، وكنا حاطين بكل الأجواء. أخرنا العملية بس خلقوا حجة بو أحمد جمعة حجة، ولا هي مشي بو أحمد جمعة إنسان مثله مثل أي مثل مواطن سوري. مصادر مطلعة على ملف عماد جمعة ردت على كلام الحجيري وكشفت أنه في التحقيق مع جمعة تبينه أنه كان يخطط للدخول إلى المناطق الحدودية المتاخمة لعرسال بدءا من راس بعلبك القاع مرورا بجبل أكروم إلى عكار فطرابلس، وأن توقيف جمعة كشف خيوط كل الخطة. النائب وليد جنبلاط تقوده جولاته الحوارية إلى بكفية، حيث اتفق والرئيس أمين الجميل على مبادرة متواضعة لحفظ المؤسسات وتحصينها. رغم كل التواصل الذي يقوم به النائب وليد جنبلاط إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى تسوية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وقد حمل هذه النتيجة السلبية إلى الرئيس أمين لجميل الذي استقبله مع نجله تيمور والنائب نعم طعمي، وحضر أيضا النائب سامي لجميل. أسعى للتوافق للوصول إلى يعني تسوية، مش طالع بيدي، مش مشكلة. الفشل في تسوية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي دفع الرئيس جميل والنائب جنبلاط إلى محاولة بلورة مبادرة ستطرح على مجلس الوزراء تتناول تحصين المؤسسات وتسيير الأمور الحياتية. نخدم المواطنين ونحصن بما أمكن بعض المؤسسات بدءا بالجيش وغير ذلك من المؤسسات الأساسية في الدولة. النائب جنبلاط علق على رفض الرئيس الحريري المشاركة في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. لا نستطيع أن نقفز في المجهول ويعني لا نشارك في الانتخابات، بالرغم من أن المشاركة يعني بالرغم من التمديد له أضرار، لكن لابد من الحفاظ على المؤسسة الأساسية وهي مجلس النواب. وعما تردد من نصيحة لسفراء الدول الكبرى بعدم إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية، قال جنبلاط: لا أتكل على سفراء الدول الكبرى، يعني إذا يعني أفضل الله يسعدون بدون يمكن أحيانا يكون أريح ما يفكروا فينا زيادة. الرئيس الجميل رفض في دردشة صحفية الكلام عن ضرورات تشريعية، وقال إن الضرورة الأولى والأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية، لافتا إلى أن كلام الرئيس الحريري يصب في هذا الإطار. زيارة النائب جنبلاط إلى بكفية متنت أواصر الصداقة بين تيمور وسامي والرئيس الجميل كما قال جنبلاط. رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد أطلق الوثيقة السياسية للقاء الوطني، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن الوثيقة تأتي انطلاقا من المخاطر المحدقة التي يشهدها لبنان في ظل وجود استراتيجية أمريكية معلنة تهدف إلى تفتيت الشرق الأوسط. الوثيقة تهدف إلى حشد القيادات السياسية من المناطق كافة، لأنها قد تكون من المرات القلائل التي يواجه فيها لبنان والأمة العربية كلها جملة من المخاطر والقضايا والأزمات الداخلية والخارجية المتشابكة والمترابطة بطريقة لم يواجهوها من قبل في التاريخ الحديث. كما إن المبادرة تسعى إلى تحصين الأمة في وجه زحف شديد التطرف يستتر بالإسلام والدين منه براء، ويشترك مع الزحف القادم من الغرب في العداء للعروبة والإسلام. في تحرك هو الثاني في أقل من يومين، نفذ موظفو شركة طيران عبر المتوسط TMA اعتصاما أمام مبنى الشركة احتجاجا على عملية الصرف التعسفي في حقهم، وقد طالب المعتصمون بدفع رواتبهم التي لم يقبضوها منذ 3 أشهر، كما طالبوا المسؤولين بالنظر إلى أوضاعهم، لا سيما أن معظمهم لم يسجل أولاده في المدارس نظرا لعدم قدرته. المعتصمون أعلنوا أنهم مستمرون في تحركاتهم وسيعتصمون أمام بنك البحر المتوسط بداية الأسبوع المقبل للمطالبة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. مفتشون من التفتيش المركزي يعتصمون أمام السرايا الحكومية أيضا لمطالبة الحكومة بإقرار مرسوم ترفيعهم. ولمزيد من التفاصيل معنا الزميل مارون نصيف من جديد. إذن مارون، موضوع اجتماع معيشي أيضا أمام السرايا الحكومية، التفاصيل عندك، تفضل.
نعم ماريو، بالفعل منذ العام 2003 أقيمت في التفتيش المركزي مباراة أو امتحانات. نتيجة هذه الامتحانات نجح حوالي 60 من المقدمين من الذين تقدموا لهذه الامتحانات، امتحانات ترفيع في هذا المجلس في التفتيش المركزي. منذ العام 2003 والحكومة لم تصدر مرسوم الترفيع، هناك 45 مفتشا جاءوا اليوم إلى أمام السراي الحكومي لمطالبة رئيس الحكومة تمام سلام ولمطالبة مجلس الوزراء مجتمعا الذي سيجتمع بعد ظهر اليوم بمصير وبالإفراج عن مصير هذا المرسوم الموضوع في الأدراج منذ العام 2003. معي المفتش جلال سليمان أحد المعتصمين، شو جايين اليوم تقولوا له تحديدا لرئيس الحكومة؟ جايين نقول له أفرج عن المرسوم اللي له 12 سنة بأدراج مجلس الوزراء، عملوا كذا حجج وكذا الشغل حاولوا يعني يتلطوا فيها، ما وصلنا لنتيجة. طبعا توصلنا تسريبات على هالشيء. اخر شيء يعني عم بيقولولنا موضوع بس يطلع اي مرسوم ترفيع انتم جاهزين ومن هون ومن حضر هون. طلع مجلس الخدمة 2، طلع ديوان المحاسبة، طلعوا كل وزارة الاشغال، وزارة الخارجية، وزارة كل الدولة اللبنانية باستثناء التفتيش المركزي، ونحن الوحيدين اللي بنعمل مباراة. يعني كلهم هوديك بيعملوا عبر دورة تدريبية بمجلس الخدمة المدنية، نحن لا بنعمل مباراة مسلكية. يعني ليش نحن رأيكم ليش شو السبب يلي ما عم يصدر المرسوم؟ الله نحن ما قناعتهم بأجهزة الرقابة وبعمل أجهزة الرقابة، لأنه أجهزة الرقابة هي الأجهزة الفعلة بكل الوزارات. المفتشيات كلها عم بتقوم بعملها على أكمل وجه دون أي محاباة لأي شخص فاسد داخل الإدارة. طلبتوا أنه يتوجه وفد منكم لرئيس الحكومة على السراي؟ قابلنا رئيس الحكومة وعدنا خير، قابلنا كل الوزراء، يعني من 2003 لهلأ صرنا مقابلين 100 وزير وأربع خمس رؤساء حكومة. معكم حق، معقولة من 2003؟ معقولة هذا الجواب وهذا؟ وبتنا. إذن ماريو هذا هو المشهد أمام السراي الحكومي، موضوع اجتماعي ومطلبي أيضا إضافي أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم الذي تنعقد بعد ساعتين من الآن. ماريو شكرا لك مارون. سيد الاعتدال والفكر والوطنية السيد هاني فحص في ذمة الله. عندما يصير الزمن إلى خلود سوف نراك من جديد، لأنك صائر إلى هناك حيث الكل في واحد. هكذا ودع السيد هاني فحص الشاعر والعلامة السيد مصطفى جمال الدين قبل سنين، واليوم لا أبلغ من كلامه في لحظة وداعه. رحل صاحب الفكر الاستثنائي العلماني المؤمن بالتعددية والرافض للطائفية. أنا رجل دين، أنا متدين، أنا متمسك بالإسلام، أنا بحب المسيحية، بدي علمانية، بدي علمانية، لأنه ما بدي دولة تنتج لي دين لأنه بتفسده وبتفسد فيه. السيد هاني الذي لم يكن مجرد عالم دين، بل تلك كانت صفة عادية له مقارنة بما قدمه وهو الثائر القيادي في انتفاضة مزارعي التبغ. هو السياسي اليساري المناضل المؤمن بقضية فلسطين من قبل انضمامه إلى حركة فتح وحتى آخر أيامه، فنال الجنسية الفلسطينية تقديرا لجهوده في دعم القضية على الرغم من ممارسته نقدا شديدا لتجربة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. لطالما كان صلة وصل، فعمل على إنشاء علاقة بين ياسر عرفات والإمام الخميني في آخر سبعينيات القرن الماضي، لينتقل من بعدها إلى العمل الوطني اللبناني، فأسس في التسعينيات مع النائب السابق سمير فرنجي وآخرين المؤتمر الدائم للحوار اللبناني، إضافة إلى مساهمته في الحوار الإسلامي المسيحي. لذلك يصبح الحوار في الأدنى شرطا للأعلى. أنت تكتسب أهلية الحوار مع العلماني عندما تكون أنضجت حوارك الديني، وتكتسب أهلية الحوار الديني الإسلامي عندما تكون قد أنجزت حوارك المذهبي. فإذا التعدد قانون كوني، قانون كوني، فيحتاج إلى حوار. السيد هاني كان صحافيا وأديبا، ناقدا ومؤلفا للعديد من الكتب في السياسة والسيرة والثقافة،
تجربته الغنية كونت منه المثقف المعتدل، وهو الذي يعرف عن نفسه بالنسبي الذي لا يمكن أن يكون طرفا. 7 عقود عاشها مولانا هاني كما يسميه أحباؤه، ليغادرنا في زمن نحن بأمس الحاجة إليه. تتابعون بعد الفاصل. مجلس النواب الأمريكي يقر تسليح المعارضة السورية. الرئيس الأمريكي يحصل على موافقة مجلس النواب لتسليح المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها بعد نحو 4 أشهر على إعطائه وعدا بدعم المعارضة السورية. ها هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبدأ الخطوة الأولى لتنفيذ هذا الوعد بعد حصول خطته لتسليح المعارضة السورية المعتدلة على موافقة مجلس النواب ذات الغالبية الجمهورية. House members, Republican and Democrat, who came together today to pass an important component on our strategy for dealing with this terrible terrorist organization known as ISIL. And I want to in particular thank Speaker Boehner and Democratic Leader Nancy Pelosi for showing us that when it comes to America's national security, America's united. هذه الخطة التي تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليها والتي أيدها 273 نائبا مقابل رفض 156 تهدف لتشديد الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية، وتتضمن إمداد مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة بمعدات وتدريبهم ليتمكنوا من قيادة الهجوم البري ضد المسلحين المتطرفين والتصدي لهم. I do not support, nor will I support, combat troops on the ground. That's not what this is about. I believe that Mr. McKeon and those who worked so hard to put this amendment together took many precautions, set a high standard in terms of criteria, standards that the administration and this training must meet. هذه الخطة التي لا تشكل إذنا لنشر جنود أمريكيين في النزاع تفرض كل 90 يوما على الإدارة الأمريكية رفع تقرير للكونغرس حول تنفيذ الخطة وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم، مع تحديد المجموعات السورية التي استفادت من المساعدة بالإضافة إلى كيفية استخدام الأسلحة والعتاد المقدمة. شهدت طائرة واحدة على الأقل من دون طيار فوق مدينتي الباب ومنبج الخاضعتين لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب، حيث أخلت الجماعة المتشددة معظم قواعدها حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. طلب المقاتلون السوريون الأكراد من الأحزاب الكردية الأخرى في المنطقة تقديم مساعدات عسكرية من أجل صد تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية في شمالي سوريا قرب الحدود التركية، الذي بدأوه الأربعاء صوب بلدة عين العرب على الحدود التركية المعروفة باسم كوباني، وتمكنوا بنتيجته من السيطرة على 16 قرية كردية في شمالي سوريا حسب ما أعلن مسؤول عسكري كردي، فيما أشار القائد في جماعة حماية الشعب الكردية المسلحة أوجلان إيسو أن مقاتلي الدولة الإسلامية يستخدمون الأسلحة الثقيلة كالدبابات في الهجوم هذا. تتابعون بعد قليل. اسكتلندا نعم أم لا؟ خمسة جرحى على الأقل هي حصيلة اشتباكات جديدة نشبت في الضاحية الشمالية الغربية لصنعاء بين الحوثيين والجيش. هذه الاشتباكات التي تستعمل فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة جاءت في وقت يتابع فيه مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر مباحثاته مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي في معقله في محافظة صعدة الشمالية. الإسكتلنديون يحسمون خيارهم اليوم، الاستقلال أو الوحدة البريطانية. هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة
هو سؤال واحد جوابه يحدد مصير البلاد، فإذا صوت اسكتلنديون بنعم تنفصل اسكتلندا عن المملكة المتحدة بعد اتحاد استمر منذ 307 سنوات، وإذا جاءت النتيجة لا تبقى بلادهم جزءا من المملكة. الاستفتاء التاريخي هذا انطلق رسميا بتوافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع في المدارس والقاعات المحددة للاستفتاء على أن تظهر نتائج التصويت صباح الجمعة. ومن بين الذين أدلوا بصوتهم زعيم الاستقلاليين رئيس الوزراء الاسكتلندي أليكس سالموند، الذي كان توجه عشية الاستفتاء برسالة مفتوحة قال فيها: دعونا نصنع الاستقلال. كذلك أدلى رئيس حملة رفض الاستقلال وزير المالية البريطاني أليستير دارلينغ بصوته، هو الذي كان توجه أخيرا بتحذير إلى المترددين قائلا لهم: إن كانت تساوركم أدنى شكوك فلا تحولوها إلى تصويت بنعم. I voted yes because I very much want an independent Scotland. I don't think anything's going to change that quickly. I think it could even be a couple of years before we'd see any noticeable changes. The first thing I do expect to see is issues with poverty being addressed. والاستفتاء هذا غير المسبوق في البلاد كان أثار جدلا واسعا ومخاوف حول الأسواق المالية حيال كيفية فصل اقتصادين متداخلين إلى هذا الحد. وكانت أربعة استطلاعات للرأي أظهرت عشية التصويت أن نسبة الداعمين للاستقلال بلغت 48% في مقابل 52% أعلنوا دعمهم لاستمرار الاتحاد، غير أن استطلاعا خامسا للرأي أظهر نتائج أكثر تقاربا مع نسبة المؤيدين للاتحاد بلغت 51% ونسبة المعارضين 49%. مع العلم أنه بحسب استطلاعات الرأي فأنه نحو 600 ألف ناخب لم يحسموا أمرهم بعد، ويبقى البدء بمصير اسكتلندا في يد الاسكتلنديين وحدهم، والساعات المقبلة كفيلة في إظهار أي مستقبل في انتظارهم، البقاء في تحالف يعود إلى العام 1707 أو قيام دولة جديدة في أوروبا. ختام النشرة، إلى اللقاء.